أو ليلة القدر ما حكمها مع اختلاف المطالع؟ ممكن تبقى هنا ليلة وترية وفي مكان آخر ليلة شفعية، ليلة شفع، فما الحكم؟ خلي بالك من اللي حوله. الحكم أن ليلة القدر ليلة واحدة يوفق إليها الموفق ويبعد عنها من لم يقدر الله عز وجل له التوفيق. فإن اجتهدت في الأيام كلها أدركتها حتما، سواء كانت هذه الليلة وترية بالنسبة لنا أو ليلة شفع بالنسبة لغيرنا. أرجو أن يكون الجواب واضحا.